صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر. ومبارح زي ما شفنا كلنا اتجمع كل اطياف الاسره المصريه بمختلف انتماءاتها الاجتماعيه والسياسيه على مائده افطار واحده حضرها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتكلم سيادته عن كل القضايا والموضوعات اللي بتشغل الناس وبتشغل الراي العام، وكمان اصدر عدد من التكليفات المهمه جدا خلال هذا الافطار. ويعني بتعتبر وهذه التصريحات ويعني تعبر عن الجمهورية الجديدة واللي بتتسع للجميع ومحتاجة كل سواعد ولادها في عملية البناء والتنمية. بكل تأكيد حفل إفطار الأسرة المصرية بقى تقليد سنوي منذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015 أنه كل سنة هيكون في حفل إفطار الأسرة المصرية. بيكون فيه طبعا الرئيس بيتكلم فيه، بيلقي كلمة وبيصدر مجموعة من القرارات بتمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وشفنا كل هذا الكلام امبارح، كلام سيادة الرئيس كان انعكاس لفكرة المصارحة والشفافية. عشان كده الخطاب كان فيه إجابات واضحة وإجابات صريحة عن كل سؤال ممكن يجي في ذهن أي مواطن في كل المجالات، سواء السياسية والاقتصادية وكمان الحقوقية والاجتماعية كمان. يا هدية، صحيح يا شاذلي، ده حقيقي. وشفنا امبارح قرارات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي شملت قطاعات مهمة جدا زي الزراعة والصناعة وأيضا دعم القطاع الخاص، كمان غير الحوار السياسي المهم جدا في هذه الفترة. علشان كده جه تكليف سيادة الرئيس بإطلاق حوار سياسي مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الحالية، وأيضا نتائج الحوار ده هترفع شخصيا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي تعهد بأنه هيحضر المراحل النهائية من هذا الحوار السياسي. ده غير كمان إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي واللي تشكلت أو كانت من مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، المؤتمر الأول في 2016، وأصدر الرئيس قرار في 2017 بتشكيل هذه اللجنة. وكمان بالإضافة إلى ده توسيع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية. وتأكيد سيادة الرئيس بأن الوطن يتسع للجميع وأنه الاختلاف يهدير في الرأي لا يفسد للوطن أي قضية. صحيح. وفكرة كمان المصارحة بكل تحركات الدولة في ظل الأزمة الأوكرانية، وأيضا كلف سيادة الرئيس الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية لكيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، ده غير القرارات الخاصة بدعم الصناعة والقطاع الخاص والبورصة، وكمان زيادة الدعم المقدم لمزارعي القمح. وإحنا بنتكلم في يعني بداية موسم الحصاد وأهمية موسم القمح السنة دي دونا عن كل سنة. مظبوط. وكل بقى القرارات دي أعتقد أنها بتمثل نقطة انطلاقة مهمة تجاه الجمهورية الجديدة، جمهورية جديدة تليق بالشعب المصري، وهي قرارات كفيلة بأنها تتجاوز كل التحديات الحالية بمشاركة كل أطياف الشعب المصري. بنصبح لحضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.